السلام عليكم. السفن الإيرانية تنجح في تنفيذ أكبر مهمة عسكرية في تاريخ البحرية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. السفن الإيرانية تتم الرحلة 75 لمجموعة من القطع البحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي. وقائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني يقول: نحن تمكننا من عبور سد الأعداء بالاعتماد على أنفسنا. وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني: إن السفن الإيرانية نجحت في تنفيذ أكبر مهمة عسكرية في تاريخ البحرية الإيرانية. وأوضح إيراني خلال حديث صحفي يوم الثلاثاء بمناسبة إتمام الرحلة 75 لمجموعة من القطع البحرية الإيرانية إلى المحيط الأطلسي، أن هذه النجاحات تحققت في مجال السطح وتحت السطح، إضافة إلى الجو، حيث تم تصنيع تجهيزات استراتيجية. ومن المؤكد أن نشهد قريبا إزاحة الستار عن أول محرك بحري إيراني مصنوع في البلاد بشكل كامل. وأشار إلى أن مرور السفن الحربية الإيرانية في هذه المرحلة بالمياه التي تتواجد فيها قوى الاستكبار العالمي يؤكد قوة واقتدار إيران. كما اعتبر إيراني أن العقوبات والتهديدات لم تشكل رادعا أبدا للإيرانيين، ونحن تمكننا من عبور سد الأعداء بالاعتماد على أنفسنا، مبينا أن الإيرانيين كانوا دائما دعاة سلام ومحبة، ولكنهم تعرضوا للعقوبات والتهديد. وأضاف أن المدمرة سهند إيرانية الصنع وحملت المروحيات مكران قطعتها في هذه المرحلة 45 ألف كيلومتر في البحار والمحيطات ذات الأمواج العاتية، وعادت إلى الوطن بنجاح بعد أن أثبتت للعدو والصديق قدرة البحرية الإيرانية وإمكانياتها الكبيرة. الجدير بالذكر أن القطع الإيرانية اجتازت في الرحلة 75 ثلاث قنوات دولية مهمة وثمانية مضايق، وقطعت عشرات آلاف الأميال البحرية في البحار والمحيطات دون أي خرق للقوانين الدولية بحسب الأدميرال شهرام إيراني. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.